بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ معكم فضيلة الشيخ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة لقمان، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى براهين ربوبيته وإلهيته واستحقاقه بالعبادة دون سواه، ويرد على المشركين والملحدين، فقال سبحانه مبينا أن كلامه جل وعلا لا يحصى، فهو يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، يأمر وينهى ويدبر هذا الكون بأوامره الكونية، فكلامه جل وعلا لا يحصى كسائر صفاته. فكما أنه سبحانه وتعالى عظيم في ذاته فهو عظيم في أسمائه وصفاته، وكلامه لا ينفد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلامه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أن يكون مدادا تكتب به هذه الأقلام لكلام الله، لما أحصت كلام الله جل وعلا، كما في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلامه جل وعلا صفة من صفاته، من صفات الأفعال يجب إثباتها، فهو يتكلم كما يشاء سبحانه بكلام حقيقي يسمع، وكلامه ليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، بل هو صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. والذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها، كما قال سبحانه: اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا
فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها ولا يعبد، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ في هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن ذهب إلى نفي الكلام عن الله جل وعلا. فهذه الآية، هذه الآيات وغيرها أثبتت الكلام لله عز وجل. ما نفدت كلمات الله؟ إن الله عزيز، والعزيز هو القوي الذي لا يغلب، حكيم مع عزته وقوته هو حكيم سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات ربي، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا مستدلا على قدرته على الإعادة بعد الموت وبعث الناس من قبورهم، بأن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فالذي قدر على أن يخلق نفسا واحدة قادر على أن يخلق أنفسا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، في حين أن ما يعبد من دون الله يعجز أن يخلق ذبابا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب وهو المشرك، والمطلوب وهو الصنم، أو الطالب الصنم والمطلوب هو الذباب، كل منهما ضعيف، فهو ضعيف يطلب ضعيفا. فهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله. إن الله سميع بصير، سميع يسمع الأصوات، يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات، ولا يشغله شيء عن شيء، يسمع أصوات الدعاء الذين يدعونه بلغاتهم، ولا يختلف ذلك عليه ولا تختلط عليه أصواتهم، فهو سميع بصير، بصير يبصر جل وعلا، يبصر ما أراد سبحانه وتعالى من مخلوقاته، لا يحجبه شيء، لا يحجب بصره شيء، لا يرى ما وراءه، بل هو يرى سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، لا يحجب بصره شيء، ورؤيته للأشياء لا يحجبها شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ هذا دليل وبرهان آخر دل على قدرته سبحانه، يولج الليل في النهار فيزيد هذا وينقص هذا، اختلاف الفصول، يطول الليل ويقصر النهار، ثم بالعكس يقصر النهار ويطول الليل، وهكذا. هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، وذلك لمصالح العباد، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله جل وعلا ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم، لا تخفى عليه شيء، أينما كنتم وحيثما كنتم فإنه يعلم أعمالكم وتصرفاتكم وما يصدر منها. إن الله وسخر الشمس، إن الله عليم، وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، هذان الكوكبان العظيمان
يجريان بأمره سبحانه وتعالى مسخرات بأمره لا تتخلف ولا تتغير حتى يقضي الله هذه الدنيا ويقضي أجل هذه الدنيا إلى أجل مسمى، أي نهاية هذه الدنيا. سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار، هذا دليل على قدرته. سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وما عداه فهو باطل من المعبودات، فالله هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. من كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة ولا استحقاق له في العبادة، لأنه مخلوق ضعيف، فكيف يسوى بالخالق القادر على كل شيء؟ فالله جل وعلا بين براهين عبادته، ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الحق وحده، وما سواه من المعبودات فهي باطلة، عبادتها باطلة، وأن الله بما تعملون خبير. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ المتصل علي من الرياض. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. الحمد لله. يا شيخ بسألك، لو أني اغتسلت من الجنابة وبعد ما اغتسلت خرج شيء، هل أعيد الاغتسال؟ إذا كان خرج شيء بشهوة تعيد الاغتسال، أما إذا كان خرج بدون شهوة وإنما ينساب كأنه متبقي وخرج فهذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء ولا تعيد الاغتسال. نعم، الله يجزاك خير. شكرا علي. فضيلة الشيخ، يقول السائل معنا، هل يجوز لأحد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله تعالى ثم يصل ثواب هذا العمل إلى غيره من إخوته الأحياء؟ نعم، ما دل الدليل على أنه يصل إلى الغير من الطاعات، أن ثوابه يصل إلى الغير من الطاعات، فإنه يصل كما ورد في الدليل، وذلك مثل الصدقة عن الغير حيا أو ميتا، مثل الدعاء للغير حيا وميتا، مثل الحج والعمرة عن الغير، فهذه الأعمال الصالحة يصل ثوابها إذا جعل ثوابها لغيره، لورود الأدلة بذلك. نعم. تقول السائلة، ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات الفتنة في القبر، حينما يوضع الميت في قبره يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا أجاب بجواب صحيح، قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ينجو ويفوز بالجنة، ويوسع له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة وبفراش من الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ولا يزال كذلك حتى يبعثه الله عز وجل، ويوسع له في قبره مد بصره. وأما إذا أخفق في الجواب فقال لا أدري، فهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويكون قبره حفرة من حفر النار، وهذا فيه إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر. فهذا هي فتنة الممات، وهي فتنة عظيمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة، يا شيخ، المرأة التي أدت العمرة وقد لبست النقاب،
حتى أكملت عمرتها ثم رجعت إلى بلدها؟ إذا كانت ناسية أو جاهلة فليس عليها شيء، إذا كانت متعمدة وتعلم أنه لا يجوز لبس النقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإنه يكون عليها فدية، تخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وإما أن تذبح شاة. والذبح يكون في الحرم، وكذلك الإطعام يكون في الحرم، وأما الصوم فيجزي في أي مكان. نعم. عطية من الخرج، تفضل أخي عطية. عطية، السلام عليكم. عطية، ألو. نعم تفضل عطية. في سؤال يا شيخ، أنا رحت لشو اسمه ذا أمي الله يرحمها توفت، ولا عرفت القبر حقها، لأني ما أدري كيف زيارة القبر وكيف. إذا لم تعرفه ما تتمكن من زيارته، إذا لم تعرف قبرها فإنك لا تتمكن من زيارته، ولكن عليك بالدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها ويكفي هذا. الحمد لله. شكرا. سلطان من الحوطة، تفضل سلطان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا ارتداد. أنا أبغى أتجوز بنت عمي. يا سلطان لو سمحت تقصر التلفزيون شوي لأنه في ارتداد وصدى، قصر التلفزيون واطرح سؤالك، تفضل يا أخي. أبغى أتجوز بنت عمي وهي بعد تبيني، وبس أهلي رافضين ذا الشيء، ما يبغون أتجوزها. وش تنصحني فيها؟ طيب شكرا. شكرا. تفضل. اسألهم عن، أقول اسألهم عن المانع، ربما أنهم يعرفون مانع ما تدري عنه أنت. اسألهم عن المانع، فإذا كان فيه مانع مقنع فاتركها ويرزقك الله غيرها. أما إذا كان ليس فيه مانع فأقنعهم أنك تريدها وأنها ليس فيها ما يمنع. تفاهم معهم وأقنعهم، بارك الله فيك. نعم. شكرا. يقول السائل: ما المراد بالبدعة وما ضابطها، وكيف يتخلص المسلم من البدعة؟ البدعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدث في الدين من العبادات ما ليس عليه دليل، ما أحدث في الدين مما ليس من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه هي البدعة. نعم. هذا يسأل عن حكم التمويل الشخصي وما ضابط ذلك في التعامل في الأموال وغيرها. التمويل يكون إما بالقرض الشرعي، القرض الحسن، وإما في دين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وإما أن يكون بالاتجار بالمال وطلب المرابحة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هذا ما المراد بالتغني بالقرآن؟ وإذا كان الإمام في صلاة التراويح كم يقرأ من وجه في صلاة التراويح؟ تغني بالقرآن معناه تحسين الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وليس المراد به جعل القرآن على صفة الأغاني، هذا حرام ولا يجوز، فالمراد بالتغني تحسين الصوت، وهذا مستحب في تلاوة القرآن. وأما مقدار ما يقرأه الإمام في صلاة التراويح فهذا ليس له حد، ولكنه يخفف على المأمومين، لا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم، ولا يخفف تخفيفا لا يتمكنون به من إتمام الصلاة خلفه، ويقرأ ما يتيسر له. والاعتدال أن يقرأ في كل ركعة يقرأ صفحة من القرآن، ما
من أجل أن يختم في آخر الشهر. نعم. اتصالات الإخوة والأخوات. أبو عبد العزيز من حائل معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نسمع، اطرح سؤالك يا أخي. عندي أكثر من سؤال يا شيخ عبد الكريم الله يجزاك خير. تفضل. السؤال الأول، اللي يروحون رحلات برمضان ويفطرون ويقصرون الصلاة، أبي الحكم في هذا. طيب، هذا السؤال الأول. رحلات برية. طيب. والسؤال الثاني، المس على الشرابات أكرمكم الله. رأني شخص يقول لابد أنك يعني تمسح عليهم كلهم برا الجزمات الله يكرمكم. طيب. يعني ما تمسح على واحدة وتدخلها الجزمة وبعدين تمسح على الثانية. طيب، الثالث. السؤال الثالث، عندنا جماعة المسجد كلهم يكونون بالصف الأيمن، حتى يعني لا يكاد يكون يسار الإمام اللي يمكن واحد أو اثنين حتى يمثل للمسجد مثلا. طيب. ما أدري حكم. شكرا، حياكم الله. شكرا أبو عبد العزيز. أسئلة الذين يخرجون في الرحلات البرية في رمضان. أولا، لا ينبغي أن الإنسان يخرج في رمضان لأجل النزهة أو لأجل الصيد أو ما أشبه ذلك، أو يريد الإفطار في رمضان. أما إذا كان له حاجة، إذا كان له حاجة وكانت المسافة 80 كيلو فأكثر، فله أن يفطر في رمضان، إلا إن أقام في مكان من البر إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه يتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يفطر، لأن سفره انقطع بالإقامة. نعم. المسح على الشراب فضيلة الشيخ وضابطه، هل يبدأ بالرجل اليمنى ثم يدخلها ثم يبدأ بالرجل اليسرى؟ ما هو المقصود الشراب؟ الشراب يمسح عليها وله بلازم يمسح عليها جميعا، يمسح على واحدة ويدخلها في الخف. أما المقصود فهو الغسل، لا يغسل رجلا ثم يلبس الخف ثم يغسل الرجل الثانية ويلبس الخف. إذا كان كذلك فلا يمسح عليهما، لأن من شرط المسح أن يلبسهما على كمال الطهارة، أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. يقول عندنا جماعة المسجد يبدأون بالصف الأيمن ثم يتوافدون عليه ويكون الجانب الأيسر قليل. لا، المشروع أن الاعتدال وتوسيط الإمام، لا يكون الجناح أطول من جناح، والأيسر إذا كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل من الأيمن البعيد عن الإمام، فيعادلون الصف، والإمام أيضا يسوي الصفوف ولا يتركهم يكونون مع جانب والجانب الآخر يخلو أو يقل من فيه. نعم. تفضل يا أخي حسن من نجران. حسن. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ صالح؟ ارتداد. حسن، لو سمحت تقصر التلفزيون شوي، لان في ارتداد. قصر التلفزيون، تفضل اطرح سؤالك. كيف حالك الشيخ صالح؟ حياك الله. حياك الله. انا يا شيخ صالح نذرت لله ان اصلي 100 ركعة في الليل وحده، هل علي كفارة او هل يغفرها الله لي ولا كيف؟ طيب، شكرا. يلزمك الوفاء بالنذر يا أخي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا بالإمكان أنك تفعله، هذا بإمكانك أنك تفعله، فلا يلزمك تنفيذه. ويعني ننصحك بأن لا تنذر، لكن إذا نذرت وكان النذر نذر طاعة فيلزمك الوفاء به وإن كان فيه مشقة عليك. نعم. طيب الشيخ صالح، يعني الأسئلة التي تريدنا سواء من الإخوة ولا أخوات عن هذه النذور، ما رأيكم في من يلزم نفسه بهذه النذور ثم لا يفي بها؟ هذا غلط. الله جل وعلا قال: يوفون بالنذر، أثنى عليهم
يوفون بالنذر، وقال جل وعلا وليوفوا نذورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فلا يجوز ترك الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. نعم. يقول السائل أرى بعض المصلين عند السجود يضع طرف الغترة تحت وجهه، فما حكم هذا العمل؟ إذا احتاج إلى هذا لحرارة الأرض أو لأن فيها حصى أو شوك واحتاج إلى الوقاية ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقدار المجزي من التفقه في العبادات وخصوصا في مناسك الحج والعمرة؟ نعم، القدر المجزي هو ما يؤدي به عبادته على الوجه الصحيح، وهذا فرض عين، أن يتعلم الإنسان ما يستطيع به أن يؤدي أركان الإسلام على الوجه الصحيح، بأن يتفقه فيها ويعرف أحكامها، ما يؤديها على جهل أو تقليد من غير علم. نعم. منصور من الخرمة معنا على الخط، تفضل منصور، ولو سمحت تكسر التلفزيون، تسمعنا من الهاتف، تفضل منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، طال عمرك، خرج أحد الدعاة في قناة المجلس بالأمس وقرر بأن الإنكار على الولاة علانية وهي طريقة الصحابة وطريقة التابعين. والسؤال الثاني يا شيخ، طيب يجاوب الشيخ على السؤال، لحظة تفضل. هذا الكلام خطأ، الإنكار على الولاة ما يكون علانية، وإنما يكون بالاتصال بهم ومناصحتهم مباشرة بين الناصح والمنصوح. الحديث من كان عنده نصيحة للسلطان فليأخذ بيده، ثم لينصحه سرا بينه وبينه، فإن قبل فبها والحمد لله، وإن لم يقبل فقد برئت ذمته. فهذا خطأ اللي يقول إنه ينكر على الولاة علانية، هذا يسبب فتنة ويسبب شرا ويكذب على الصحابة والتابعين والسلف الصالح، ما فعلوا هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل، هل يجوز تأخير صلاة العصر بعد الأذان بنصف ساعة، وما هي السنة النبوية الصحيحة في ذلك، مأجورين؟ يا أخي، الذي يرتبط بالجماعة يصلي مع الجماعة ولا يؤخر، لأن صلاة الجماعة واجبة. أما من يصلي وحده أو جماعة في مكان واحد فيؤخرون عن أول الوقت تأخيرا يسيرا ما لم تصفر الشمس فلا بأس بذلك. أما من يترك الجماعة ويؤخر هذا مخطئ وتارك لواجب وهو صلاة الجماعة. والصلاة لأول وقتها أفضل، الصلاة لأول وقتها أفضل. نعم. أبو نايف من القصيم معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال ارتداد. لو سمحت يا أبو نايف تسمعنا من الهاتف وتقصر التلفزيون، الله يرضى عليك. تفضل تفضل أبو نايف. عندي بالصيام من السنة اللي طافت هذه رمضان 15 يوم كنت تعبان انا بالمستشفى وما ادري ايش يصير علي. نعم. كان من رمضان اللي طاف هذا عندي قضى علي رمضان، كنت انا بالمستشفى منظم تعبان. نعم. ما ادري ايش يصير علي، انا تعبان يا اخي، احيانا اصوم واحيانا افطر، ما ادري ايش يصير علي. طيب. يا اخي، اذا قدرت على القضاء قبل رمضان القادم فيجب عليك ذلك والمبادرة بالقضاء، أما إذا كنت لا تقدر فإنك تصبر، ولو أتى عليك رمضان الجديد فتصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى رمضان الحاضر تقضي ما فات. نعم. ترى في ارتداد. طيب شكرا يا أخي. فضيلة الشيخ يقول، ما فضل تسوية الصفوف حيث نرى بعض المساجد الصفوف مائلة؟ لا بد من تسوية الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف وبمحاذاة المناكب والأكهب،
ويأمر بسد الفرج ويأمر بتكميل الصف الأول فالأول، فهذه آداب يجب أن تراعى في الصفوف. نعم. الحقيقة أرجو من الزملاء معي في الكنترول أن ينبهوا الإخوة السائلين بأن يكون الاتصال عبر الهاتف، وأن يكونون أيضا بعيدين عن التلفزيون، لأن هناك تردد بين تليفون السائل وأيضا المجيب وهو فضيلة الشيخ. نرجو التنبيه عليهم قبل أخذ الاتصال. فضيلة الشيخ، هل يقرأ القرآن على المريض بالصرع؟ نعم، يقرأ عليه الرقية، يرقى المصروع، يرقى المريض والمصاب، كلهم يرقون بالقرآن وبالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة، والرقية علاج بإذن الله، وهي من أسباب الشفاء. نعم. تفضل يا أبو فاضل من عسير، أرجو أن تسمعنا عبر الهاتف، تكون بعيد عن التلفزيون. تفضل أبو فاضل. صالح الفوزان وفقه الله، أرفع صوتك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل يسلم الداخل على الجماعة في المسجد وهم يصلون؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، تدخل المتأخر مع الجماعة والإمام في حالة قيامه للركعة الثانية فكبر هذا تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام للقيام، فما الحكم؟ طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث، ما حكم الذين يتسولون في المسجد؟ ما حكم الذي يعطي السائل في المسجد؟ طيب، شكرا. وهل يحق للإمام إسكاتهم إذا تكلموا وشوشوا على المصلين؟ وفقكم الله. طيب. نعم. الداخل على الجماعة فضيلة الشيخ وهم يصلون، هل يسلم عليهم؟ نعم، الداخل على المصلي له أن يسلم عليه، وللمصلي أن يرد بالإشارة، كما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد عليهم بالإشارة. نعم. المتأخر في الصلاة إذا جاء والناس في الصلاة فضيلة الشيخ؟ نعم، يدخل معهم يكبر ويدخل معهم، ولو كان الإمام ما كبر للثانية، لأنهم في الصلاة، فيدخل معهم، وإذا قام الإمام يتابعه في القيام ويكون معه. الذي لا يجوز أن يسبق الإمام فيه هو تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال هي التي لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام فيها. نعم. المتسول في المسجد هل يعطى؟ المتسول في المسجد إذا كان محتاجا فإنه يعطى، السائل له حق، وأما السائلة فلا تنهر، فله حق، وإذا علم أنه غير محتاج فإنه ينصح ولا يعطى، ينصح ولا يعطى، لأنه لا يجوز له أن يسأل. أو كان يشوش على الناس ولا يتركهم يذكرون الله، فهذا أيضا يمنع وينصح، لأن هذا يشوش على الناس، وإذا أراد أن يعطى يجلس والناس يشوفونه ويرونه ويعرفون أنه يريد المساعدة، ولا حاجة إلى أنه يخطب ويشوش على الناس في الذكر بعد الصلاة. نعم. أبو علي من الطائف، تفضل أبو علي. كذرة أطرب. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول، ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؟ معناه واضح، أنه لا يجوز الإنسان أن يعتقد أن العدوى، أن المرض ينتقل بنفسه، ما يجوز أن يعتقد أن المرض ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بأمر الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله ويدعو الله، وأيضا يبتعد عن مواطن المرض المعدي، قوله صلى الله عليه وسلم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهى أن يورد ممرض على مصح
وإذا حدث الطاعون في بلد وهو فيه لا يخرج، وإذا كان خارج البلد لا يقدم عليه، كل هذا من الوقاية، كل هذا من الوقاية. فالعدوى موجودة ولكنها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. منير من الرياض، تفضل يا منير. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يمسك بالخير يا شيخ صالح. جزاك الله بالخير. تفضل. بارك الله فيك. شيخ صالح، عندنا أنا أسكن جنوب الطائف، وعندنا في القرية عند كل بيت حاطين مسجد، في كل بيت. ما شاء الله المساجد عندنا امتلت في الديرة. طيب. والله هذا راجعوا شؤون المساجد عندكم، تنظر في هذا الذي ذكرته، ولا تجعل ولا تقر إلا المساجد المحتاج إليها. نعم. أبو محمد من حائل. السلام عليكم. السلام. السلام. مساء الخير. تفضل. حياك السلام الله. عليكم. عليكم السلام. بس نسأل الشيخ، سنين الفترة الحالية الآن بغيبة علمائنا الكبار في المجالس والانترنت، فما التوجيه يعني لذلك؟ نعم. جزاكم الله خير. سؤالك يا أخي، سؤالك أبو محمد. أقول افترينا الفترة الحالية الآن في غيبة علمائنا الكبار في مجالسنا. طيب. وفي الانترنت تشكيك بهم ورميهم بالسهم، فما طيب. توجيه الشيخ ذلك؟ نعم، الغيبة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وغيبة العلماء أشد، لأن فيها تنفيرا عن العلماء، وفيها إحداث للبغضة بأن يبغضهم الناس ويصدقون هذا المغتاب. فالواجب احترام العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، يجب احترامهم وتوقيرهم، لأن ذلك من احترام الشرع ومن احترام الدين والعلم الذي يحملونه. نعم. يوسف من الرياض معنا. السلام تفضل. عليكم. للدمام تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والسلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. ألو. تفضل تفضل نسمعك يا شيخ. أنا عندي صيام تقريبا 10 أيام، في بعض في عام 30 وبعض عام 31 وبعض عام 32، صار يعني حال الحول ما صمته، بعضها يعني جمعت زوجتي في رمضان، وبعض أكون مسافر، وبعض أكون يعني مريض، فما صمته، فما كفارة أو هذا ما الكفارة؟ هذا الواجب عليك صيامه، لأنه في ذمتك، ما يزال في ذمتك، فتصوم عن السنة الأولى، ثم تصوم عن السنة الثانية، ثم تصوم عن السنة الثالثة، وهكذا، وعن كل يوم تخرج كفارة عن التأخير، مقدار إطعام مسكين نصف الصاع عن كل يوم عن التأخير، إلا إذا كان تأخيرك إياه لعذر فإنه يكفي القضاء. نعم. بدر من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. تفضل. تفضل بدر. شيخ، وش حكم اللي حلف ويقول علي الحرام؟ حسب نيته يا أخي، مش يقصد بالحرام زوجته، يقصد تحريم الحلال. قوية ولا صديقة ولا. إيه، وش يقصد نيته بالحرام هذا؟ وش هو اللي حرام عليه؟ على حسب نيته. ما رحت إن موازينها لك كذا ولا؟ يا أخي يستفتي، يجي للإفتاء في الرياض ولا يسأل القاضي في المحكمة؟ طيب. يسأل عن نيته وش قصده. نعم. شكرا. يقول يا شيخنا، قرأت كتيبا عن فضائل السور، وبدأ بسورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وحتى سورة الناس، هل ورد شيء في ذلك؟ نعم، بعض السور ورد هي لها فضل، وبعض الآيات ورد لها فضل، لكن المدار على صحة الوارد في فضل السورة أو الآية. والكتاب الذي ذكرته لابد من الإشراف عليه والنظر فيه، ومن هو مؤلفه
حتى يحكم عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: الشيخ أبو عبد الله، بعض الناس يضع الكتب المدرسية المفيدة بعد الاستغناء عنها في المسجد من أجل الاستفادة منها، فماذا أعمل بها وأنا إمام مسجد؟ الواجب أن كتب العلم تؤدى للمكتبات التي جعلت للمطالعة، توضع في المكتبات العامة ليستفيد منها الناس. نعم. عبد الله من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا اعتمرت أنا وهي نسيبي، ويوم طفنا قال لي إن طفنا 7 أشواط وأنا أعتقد أنها 6، فطلعنا من الطواف بعدين صليت صلينا عند المقام مرة قدامنا حريم. والسؤال الثاني، طيب يجاوب الشيخ على السؤال لحظة. أما الشك في الطواف فلا بد من الإكمال، إذا شككت في الطواف تبني على اليقين وتكمل طوافك. وأما مرور المرأة في الحرم أمام المصلي فهذا يجوز للضرورة، لضرورة الزحام وضرورة، فلا بأس بذلك. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، في شخص أحسن إلي ودعيت له وما حسيت أني أوفيت حقه، بعدين اعتمرت وقلت هذه العمرة نيتها أهديتها له. طيب شكرا. السؤال الثالث. نعم نعم. أنا بعد كل صلاة فرض أصلي على النبي 10 مرات، هل يعني فيها شيء؟ شكرا. يقول إنسان أحسن إلي واعتمر له يا فضيلة الشيخ بنية إهداء ثواب هذه العمرة له، هذا طيب، شيء طيب، لأن هذا في مقابل إحساني، لكن لا بد ينوي أن العمرة لغيره عند الإحرام، عند عقد الإحرام ينوي أنه يحرم يعتمر أو يحج عن فلان. نعم. يقول بأنه يصلي على النبي 10 مرات كل يوم. لا، يقول بعد الصلاة. نعم. هذا ما ورد، هذا ما ورد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة وقد تجب في بعض الأحيان، ولكن تحتاج يعني 10 مرات بعد الصلاة أو عدد معين، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. بهذه الإجابات المسددة والمبنية على الكتاب والسنة نشكر فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ورفع الله قدره وذكره في الدارين. شكرا للزملاء في منزل الشيخ الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو هذا المخرج ناصر البقمي. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.